البطاطس اللي هنعملها النهارده هتكون مقاديرها ايه؟ بطاطس كده صينيه في الفرن مع شويه خضار. عندنا 2 كيلو من البطاطس مقطعينها ويدجز وبقشرها، وده بيخليها مفيده جدا وبيخليها تحافظ على شكلها لما تتشوي في الفرن. 4 بصلات جوليان وقر، 2 فلفل رومي احمر وجوليان برضو، و2 فلفل رومي اصفر جوليان، 3 فلفل رومي اخضر جوليان، 5 كوسة، زيت نباتي وكله مقطعينه برضو شرايح رفيعة كده، زيت نباتي ومعلقة كبيرة من الزعتر الناشف، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الكمون، ورشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. ويلا بينا على طول، بس انا حاسة خضار كتير قوي، مش عارفة هيجي في طبق واحد ولا لا، هنجرب. نعم حاضر، اتفضل يلا بينا. البطاطس معاها الفلفل معاها الجزر معاهم الكوسة. انا حاسه كده ايه الطبق بقى مليان قوي، خليني اقسمه، ما هو ده الكبير. تعالوا نجرب نقسم على طبقين، يلا نقسم الكميه على طبقين هتيجي، وندخل الطبقين الفرن مفيش مشكله، بدل ما نزنق نفسنا. ده لو بنعمل كميه كبيره طبعا، ايه انتوا قللوا بقى على قد الكميه اللي بتعملوا لها في البيت مفيش مشكله خالص. يلا بينا، انا هاخد نص المكونات. شوية جزر هنا وشوية جزر هنا، ممكن ناخد كمان. بس تمام قوي كده. الفلفل الرومي وهنا حبة، والكوسة برضو هنا حبة وهنا حبة، البصل هنا حبة وهنا حبة. هخلط كل التوابل على بعضيها عشان اعرف اقسمها بالظبط. هنا كل حاجة، الكزبرة، الزعتر والبابريكا اهم كمان، هخلطهم عشان يبقى تقديري للتوابل مظبوط. ممكن على فكرة ملح وفلفل بس هتكون برضو جميلة جدا مفيش مشكلة. فلفل اسود هنا رشة وهنا رشة، جوزة الطيب هنا رشة وهنا رشة، وكده فاضل الملح والزيت. ملح، ريحة التوابل تحفة فيها، وشوية زيت، انا هستخدم زيت ذرة، ممكن تستخدموا زيت زيتون مفيش مشكلة برضو. وهنا زيه، وهنقلب. نقلب كويس، عايزين التوابل تتوزع، انا رشاها من الاول بس برضو ايه نأمن ان التوابل اتوزعت، والملح والفلفل الاسود والزيت اسفه، فكل حاجه بقت متوزعه بالتساوي. عندنا بقى سيناريوهين، لو احنا عايزين الخضار ده يبقى فيه زي صوص او مرقه كده هنغطيه بورق فويل، لو احنا عايزينه يبقى مقرمش وحرش كده وعفيه علامات الشوي يبقى هنسيبه مكشوف. بما اننا الكميه كفت ان احنا نعمل طبقين فتعالوا نعمل واحد كده وواحد كده. هنا برضو نفس الكلام،
هنقلب. كويس، نطمن ان كل حاجة اتوزعت. زي الفل قوي كده. يلا قلنا هنعمل ايه، واحدة هنسيبها مكشوفة وواحدة هنغطيها ونشوف الفرق في الآخر بين اللي اتغطت واللي بقت مكشوفة. فأنا هجيب الورق الفويل، حرارة 220 وحرارة من فوق وتحت، واللي عنده مروحة توزيع حرارة طبعا ايه شغلها هتديله نتيجة ممتازة. وهاجي هنا ورقة فويل كده هعملها طبقتين عشان تحبس لي البخار كويس، وهقفل بيها. الطبق ده تماما بالشكل ده، وهدخلها فرن سخن برضو، وبرضو على درجة حرارة عالية، وبرضو حرارة من فوق وتحت. ولاحظوا ان انا ما حطيتش اي سوائل، بس هو الخضار مع البخار هينزل مية. عظمة، عملناه بطريقتين زي ما اتفقنا، واحدة سايبينه مشوي مكشوف فبالتالي بياخد علامات شوي بزيادة وهيبقى دراي او ناشف، واحد تاني لا مقفلين عليه وسايبينه يعمل بخار وسوائل فيبقى ايه بصوص شوية. كل واحد بقى طبعا ليه الحرية، انا شايفة ان ده مناسب لمشاوي نواشف، التاني لو فيه رز او مكرونة هيكون احلى معاه كتير. فيلا نجيب كله ونشوف مع بعض ايه الاخبار. ده اللي بورق الفويل هجيبه دلوقتي اكشفه حالا، بس اديله فرصة يهدى كده. تعالوا بقى نشوف الخضار اللي سويناه متغطي، هنلاقيه بصوا فاتح اكتر من التاني بكتير. افتح ولو جينا كده بصوا ميلنا الطبق، تعالى والنبي معايا يا جيمي، لو جينا ميلنا الطبق هنلاقي ايه، يا مش باين، بصوا تحت تحت باين اكتر اهو، باين كده هتلاقوا ان ده فيه شويه مرقه، مرقه قليله مش كتير، والخضار مايل اكتر لانه متبخر او ستيمد، ده لا مشوي. فده الفرق بين الاثنين، وطبعا اعملوا اللي يعجبكم، الاثنين حلوين من وجهه نظري، بس هي فكره ان ايه يكون مناسب لايه.